ولأن المدرسة هي المنزل الثاني لأبنائكم، فإننا في مدارس الفرسان العالمية نعمل على إعداد بيئة آمنة وصحية وفق على الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال قياس درجة حرارة الطلاب والعاملين قبل الدخول المدرسة كل صباح، تعقيم الفصول الدراسية وتحقيق التباعد بين الطلاب داخل الفصل الواحد، توفير معقمات متحركة وثابتة في أرجاء المدرسة، تعقيم المعامل والمكتبات بشكل يومي بعد كل حصة دراسية، بالإضافة إلى تعقيم مناطق اللعب بشكل مستمر، عيادة طبية متكاملة في كل مبنى بالإضافة لغرفة عزل، قياس درجة حرارة الطلاب قبل ركوب الحافلة وتعقيم مرافق الحافلة مرتين يومياً، إلغاء الطوابير الصباحية وتقليل تجمعات الطلاب. كما تم تدريب طاقم العمل كاملاً على تطبيق البروتوكولات الصحية داخل المدرسة لسلامتنا وسلامة أبنائنا الطلاب. كلنا شوق للقياكم في السنة الدراسية الجديدة القادمة.